إلى فضائح شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمتكررة بقسنطينة، حيث تم إنزال المسافرين المتجهين إلى تمنراست وورقلة من الطائرة بسبب خلل تقني أجلت من خلاله الرحلة. هذا وشهد المطار حالة من التذمر والاستياء لدى المسافرين، خاصة وأن جلهم ليسوا من مدينة قسنطينة وبقي ركاب في ساحة المطار لانتظار الحل لكن دون جدوى. عبد الجليل حنديس وهشام طلبي. رجعنا لقاعة الانتظار، من قاعة الانتظار تكلمنا مع هذا السيد اللي يمثل الخطوط الجوية، شاف ديسكال راح خلى المساعد تاعو، بدينا نتناقشوا دوك تجي الطيارة، دوك نقول الطيارة، قعدنا لحد الساعة هذه الثانية الدقيقة هذه لحقنا بحل وسطي. على الزوج هنا فات الباجاج نتاعي كما كان نذكر الاخ، لكن للاسف الشديد يعني بالحقيقه نوصلوا لهذه الدرجه هذه باللي الناس راهي تجي على 200-300 كيلومتر لهنا باش تسافر، 2000 كيلومتر وكاينه اشغال وكاين الناس راهي تستنى فيها يعني اعمال كثيره. للاسف الشديد يعني في اخر لحظه يقول لك راه ما كانش طياره. جينا بكري، جينا جويه 13 طلعنا لومباركمون 15 من 15 وحنا في لاسال دومباركمون، بعد رحنا نورمالمون بريفي نروحوا 16 16 10 مينوت طلعنا للطياره، رحبوا بينا نورمال اي تو، بعد قال لك كاينه اون بان بروبليم تكنيك، ما على بالناش واش هي.